أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى اليمن والعالم وأهم الملفات الساخنة في المنطقة. لهذا الأسبوع وقع اتفاق ما بين الصين وإيران، اتفاق لافت يقضي بالتعاون لمدة 25 عاما بين الدولتين. وأيضا ضمن هذا الاتفاق تستثمر الصين 400 مليار دولار في إيران مقابل إمدادات نفطية مخفضة لهذه الفترة من إيران إلى الصين. الاتفاق يحوي أيضا المزيد من التفاصيل عن التعاون العسكري بين إيران والصين، ولكن لم تعلن كل تفاصيل هذا الاتفاق. نيويورك تايمز نشرت تقريرا ذكرت فيه بعض هذه التفاصيل التي قالت أن التواجد الصيني في المنطقة ربما يأتي ضمن صراع دولي بين الصين وأمريكا. حول الموضوع أو حول هذا الاتفاق وتأثيراته على المنطقة العربية، معي في الاستوديو دكتور عمر عبد الستار الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. وأيضا سيكون معنا دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بك دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا حياكم الله. إذن دعونا أعزائي المشاهدين نذهب إلى صفاء وما جاء في نيويورك تايمز. إليك صفاء. عم عبد الله، تحت عنوان المعاهدة الإيرانية الصينية قد تؤدي إلى تمدد الصين في الشرق الأوسط، نشرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا حول المعاهدة الإيرانية الصينية. وقال التقرير إن معاهدة التعاون الاقتصادي والاستراتيجي التي وقعها كل من الصين وإيران قد عمقت النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. ووقعت إيران والصين معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 عاما يوم السبت، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية. ولا تزال بنود المعاهدة غير معلنة رسميا إلى هذه اللحظة، لكن خبراء يقولون إنها لم تتغير كثيرا عن تلك التي سربت تفاصيلها في مسودة من 18 ورقة العام الماضي. وكانت نيويورك تايمز قد نشرت تفاصيل الاتفاقية المنتظرة بين الصين وإيران العام الماضي، شملت 400 مليار دولار استثمارات صينية في عدد من المجالات بما في ذلك الصرافة والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات لمدة 25 عاما قادمة. وبحسب المسودة فإن الصين ستحصل على إمدادات نفطية إيرانية مخفضة للغاية وبشكل منتظم وفقا لمصادر إيرانية. كما تدعو المسودة أيضا إلى تعميق التعاون العسكري بين الجانبين بما في ذلك التدريبات والبحوث المشتركة وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ولفت التقرير إلى زيارة وزير الخارجية الصيني عددا من خصوم إيران الإقليميين مثل السعودية وتركيا، ومن المقرر إجراء زيارة لكل من الإمارات والبحرين وعمان ربما لتطمينهم بخصوص الصفقة مع طهران. وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى الرفض الإيراني للانخراط في مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق النووي، وقد أيدت الصين هذا الموقف الإيراني رغم كون الصين واحدة من الدول التي وقعت على الاتفاق في عام 2015. يشار أن الصفقة كانت قيد التطوير منذ عام 2016 بمقترح من الرئيس الصيني، لكن حملة العقوبات القصوى التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه إيران سارعت في ذهاب طهران إلى أحضان بكين بحسب نيويورك تايمز. أعود إلى زميل عبد الله لمناقشة هذا المحور. إليك عبد الله. شكرا صفاء، وأبدأ معك دكتور عمر. كيف تقرأ أو كيف يمكن فهم هذه الصفقة بين الصين وإيران وتأثيراتها أيضا على المنطقة العربية؟ يعني أنا أعتقد أن العالم دخل حقبة جديدة، أستطيع أن أطلق عليها أن هناك حرب باردة بين قوسين جديدة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هاي أولا، الحرب ربما تشمل إقليمين جيوسياسيين اللي هو إقليم الشرق الأقصى والشرق الأوسط، وممكن نضيف له أيضا جنوب آسيا. لكن هذا الاتفاق جاء اليوم، فأنا أعتقد أخليه بثلاث اتجاهات. يعني من هذا من أقرأ سياقه أروح على دلالته وأروح على تداعياته، أخليه بثلاث احتمالات. الصين ما تتفاهم ولا إيران بالمناسبة، يعني على مود نعرف العقلية الصينية، العقلية الصينية القديمة الجديدة ترى أنها هي الحاكمة ما تحت السماء، يعني هي عقليتهم يعني.
ونفس الشيء العقلية الإيرانية أيضا ترى نفسها أنها هي الحاكم لما تحت السماء. فهم يلتقون بهذه العقلية رغم أن هذه ليست تحالفا استراتيجيا، الاتفاقية هذه ليست تحالفا وإنما أحد أوراق إيران وأحد أوراق الصين في إدارة الأزمة مع أوروبا ومع الولايات المتحدة الأمريكية. الأول نخليها هالشكل، أول هل هذه يعني تعرف 79 كانت انقلاب على الشرق الأوسط مو فقط انقلاب في إيران وهذا اللي مشى. ثانيا الثورة الإيرانية في الثورة الإيرانية من 79 إلى اليوم أو يعني كل اللي حصل من 42 سنة هو انقلاب في الشرق الأوسط بصراحة، يعني الشرق الأوسط أصبح لم يعد كما كان، أصبح عصور وسطى، يعني ما أصبح دولة ويستفالية ونظام دولي وأكو سلطة للدولة، ما موجود إحنا بالعراق ولا عندكم باليمن ولا بسوريا ولا بلبنان، الموضوع هالشكل. وبالتالي هذا إذا يراد له أن يتعمم هذا هدم للنظام الدولي اللي صار ثلاث قرون من 1648 على أساس ويستفالية على أساس ويستفالية، هذا هدم للنظام الغربي، وبالتالي تلتقي الصين وإيران في هذه النقطة في هدم النظام الدولي الذي تقوده أمريكا. نظام دولي جديد، هم يريدون نظام دولي جديد، يقول نحن لم نشارك في صناعة هذا النظام وبالتالي لابد من بناء نظام دولي. هذا الكلام تقوله الصين وتقوله إيران، إيران هي ضد هذا النظام رغم أنها تركب هذا النظام لكن تعمل على استبداله بنظام آخر. فأولا هذه هل هي غارة على الشرق الأوسط؟ غارة هذه على الشرق الأوسط، هذا مو هذا صيغة من صيغ القتال في هذه الحرب، في هذه الحرب الباردة الجديدة، هذا واحد. هل هي غارة؟ واحد. اثنين، هل هو تورط؟ هل أن أمريكا وأوروبا ورطوا الصين في الدخول إلى صراعات في منطقة إخفاقات دولية هذا الشرق الأوسط من الحرب العالمية الأولى إلى اليوم؟ يا هل يجي يخسر في المعركة ويخرج، فهل ورطت الصين من أجل أن تخسر الحرب الباردة؟ الاحتمال الثالث، الصين خايفة وإيران خايفة. الآن إيران ما محتاجة بعد تروح تتفق مع بايدن إلا يتنازل بايدن، الآن بايدن يريد يجيبها، ما أعتقد يعني إيران راح تروح، معناته إيران بعد ما تحتاج الاتفاق مع بايدن إلا بتنازلات، وربما بايدن لا يتنازل. لكن إيران بنفس الوقت لأن الصين لا تريدها قوة نووية قد لا تكون دولة نووية، واحد. اثنين، هناك حديث أنه بايدن يريد يصدر النموذج مال الربيع العربي إلى باكستان وبالتالي يصير على حدود الصين الغربية، وبالتالي ربما الصين تريد تجي على مود تمنع إيران من أن تذهب إلى هناك وتقوي إيران بالشرق الأوسط وبالتالي تلعب اللعبة الدولية الكبرى مع الولايات المتحدة، خاصة أن الولايات المتحدة وأوروبا الآن مترددون مثل تشمبرلين بالحرب العالمية الثانية مع هتلر. فنحن إذا بهالمخيلة كأننا نعيش فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية في تردد أوروبا، ويقول بسمارك أن القوي ضعيف بتردده وأن الضعيف قوي بجرأته وإقدامه. نعم. إذا نحن أمام حرب باردة. نعم، حرب باردة واتجاهات ثلاث احتمالات ولا ندري إلى أين سأعود إليك حول الاحتمالات ربما المتوقعة لهذه الحرب الباردة بين أمريكا والصين من جهة، وأيضا وجود إيران إلى جانب الصين. أذهب إليك دكتور عبد الباقي شمسان، كيف أيضا تقرأ هذا التحول الهام للاتفاقية ما بين الصين وإيران؟ أنا ربما أقارب من منظور مختلف، ليس هناك تحول في العلاقة بين الصين وإيران، نحن أمام تطور تلقائي وطبيعي وتراكمي فرضته نعم التحولات في المجال الدولي للقوى، ولكن العلاقات بين إيران والصين تاريخياً هي علاقات ليس فيها أي تراكمات أو معوقات. هناك كان علاقات بين الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية الفارسية تاريخيا في إطار طريق الحرير، وبالتالي هذه الموقع إيران موقع استراتيجي وهام، وموقع إيران موقع استراتيجي للصين، وكذلك الصين هامة. هذه العلاقة بين الصين وإيران تتغير ولكنها تتعزز وفقا للمتغيرات الدولية، مرت في عدة مراحل. المرحلة الثانية مرحلة الشاه، يعني كان هناك مرحلة تاريخية في إطار طريق الحرير التقليدي، ثم مرحلة الشاه الذي خفض العلاقات بين
الصين على المستوى الاقتصادي والتجاري، وأصبحت علاقات سياسية، لأن الشاه إيران يعني فقط حافظ على العلاقات السياسية مع الصين بعد الثورة الإيرانية، والموقف الإيراني من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية. التقت الصين وإيران في هذا التوجه، وقدمت إيران قبل ذلك في الخمسينات يعني اعترافاً يعني الصين قدمت اعترافاً لإيران بتعميم حقول النفط، وإيران أعابت لها الموقف من خلال الاعتراف بالصين الشعبية مقابل الصين الوطنية، ثم دافعت ووقفت الصين في إطار استعادة موقع الصين في مجلس الأمن. قد تكون دكتور قد تكون علاقة تاريخية بين الطرفين، لكن ألا يبدو أن قدوم الصين إلى الخليج أشبه بقدوم السوفيت إلى أفغانستان، والذي أشعل الحرب الباردة ما بين أمريكا والسوفيت؟ لماذا الأمر قد يكون مختلف هذه المرة بين الصين وأمريكا؟ لا لا، أكمل جملة ثم أجيب على سؤالك. تفضل. ثم أن الصين قدمت السلاح للحرب في لإيران أثناء الحرب الإيرانية العراقية، في توقيت كان هناك حظر على السلاح، هناك مجموعة من العوامل المشتركة. الحديث عن أن العلاقة بين إيران والصين لا يندرج في هذا الإطار. الصين الآن دولة صاعدة، القوة الثالثة عسكريا، قوة مرشحة أن تكون اقتصاديا الأولى. هناك اتفاقيات صينية إيرانية عام 2015 استراتيجية، نظرا لأن هناك خصم مشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتفاقية وقعت عام 2016 باعتبار إيران ترانزيت لمشروع الطريق والحزام الصيني، بمعنى أن كل الواردات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا سوف تكون هناك بضائع صينية تنطلق من إيران إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، والمواد الخام تعود إلى الصين. وهناك اتفاقية تمت لأن تكون إيران محطة ترانزيت رئيسية. هنا هذه علاقة استراتيجية قوية، ليس هنا العلاقات الاتحاد السوفيتي، هنا علاقات اثنين. الصين لم تكتفي بتقديم السلاح في الحرب العراقية الإيرانية، الصين نعم. تقدم السلاح إلى إيران دون السؤال عن الاستخدام النهائي له، ليس كالولايات المتحدة الأمريكية. إيران المزود الرئيسي للنفط منذ عام 1993 للصين، بعد أن تحولت الصين من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة. وكذلك إيران لا يمكن أن تترك الصين لأنها المشتري الأول لها في العالم. هناك علاقات استراتيجية وعلاقات يعني ترتبط بشدة بين الصين والإيران. هناك تطويق وحصار أمريكي للصين، وهناك تطويق وحصار لإيران. النظام في الصين شمولي أحادي، يعني ما يسمى بالحكم الأقلية، وفي إيران نعم. حكم الأقليتيقراطي نعم. هناك حزب واحد. صحيح أن هناك العلاقات التاريخية، لكن هذا لا يهدد المصالح الجيوسياسية لأمريكا في نفوذ أمريكا التقليدية في الشرق الأوسط؟ لنقل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على العلاقات الصينية الإيرانية استراتيجية، ولا يمكن إيقافها. هناك مشروع طريق الحرير، وإيران أصبحت عام 2016 محطة ترانزيت رئيسية في الخليج، وبالتالي سوف تستميت من أجل هذه العلاقة. نعم، لكن ألا يشعل هذا الأمر حرب باردة أو لا؟ هذا هو السؤال. نحن لسنا أمام حرب باردة، نحن أمام حرب حقيقية وليس باردة. الصين تريد أن تصعد إلى المرتبة الأولى اقتصادياً وإلى المرتبة الأولى عسكريا، هي الآن الثالثة عسكريا والثانية اقتصاديا لعبة السيطرة. ولذلك الإيران يعني شوف، في هناك مجموعة من العناصر بس بقولها بسريع. الصين
العلاقة الصينية الإيرانية علاقة استراتيجية بعيدة المدى وليست مؤقتة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفصل الإيران عن هذه العلاقة الاستراتيجية في وقت متأخر، وهذا الفصل لا يخدم المصالح الأمريكية، يخدم المصالح الإسرائيلية، بمعنى أنها تريد أن تفصل إيران وتريد أن تجعل إيران خصم للمنطقة العربية في نفس الوقت. وهذا لا يمكن أن يحدث، أن تكون الإيران مهدد أساسي للمنطقة العربية بديعة إسرائيل، وبنفس الوقت تريد أن تفصلها على الصين وهي محاصرة. إذن تتفق بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى حرب حقيقية بين الصين، ولنقل لنستعير هذه الجملة، وأمريكا سأعود إليك. سأعود إليك دكتور في هذه المسألة. دكتور عمر، فيما يخص المنطقة العربية، وزير الخارجية الصيني زار السعودية أولا قبل الذهاب إلى إيران والتوقيع على هذه الاتفاقية، ومن ثم زار أيضا أبوظبي، زار تركيا، زار عمان. هل تريد الصين أن تكون على مسافة واحدة أيضاً وهي توقع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران من الصراع العربي لنقول إيراني؟ أهم نقطة في أن الصين تنجح لو تفشل في هذه الغارة بين قوسين، لنقول تمام، أنه عندها علاقات مع الإمارات، مع السعودية، مع إسرائيل، مع تركيا، مع العراق، وربما في المورد الاقتصادي مقارنة بإيران هذني أكثر. هذا التوازن ما بين إيران وما بين بقية الدول اللي هي أغلبها تقريباً تنحو منحى أمريكي باستثناء العراق اللي عليه تنازع، الصين من تميل في هذا الصراع باتجاه إيران فإنها ستخسر في الشرق الأوسط. واحد. اثنين، الصين تقول أنا عندي مبادرة حزام وطريق، أوكي، وحزام وطريق هو اقتصادي. لا، لم يعد الحزام والطريق موضوعاً جيواقتصادي، لا هذا موضوع أصبح أمني، أصبح يعني هناك يعني باب مفتوح للصين للدخول في صراعات شرق أوسط لم ينجح فيها أحد، وبالتالي هاي منطقة مثلث برمودا. الشرق الأوسط هو ثقب أسود، مثلث برمودا للحرب العالمية الأولى خاسرة، والثانية والباردة، وإيران صار لها 40 سنة، والآن تجي الصين، هاي كلش خطرة على الصين. هل تستطيع أن تحفظ التوازن؟ أنا أعتقد السعودية ربما احتاجت أن تأتي بالصين لتدخلها في الصراع السعودي الإيراني، أو الصراع اللي نقول بين إيران وبين دول في المنطقة متضررة من إيران، حتى تدخل أنت حتى تركيا، تدخل حتى إسرائيل، تدخل حتى دول أخرى في المنطقة. فبالتالي من هنا أنا أقول أن هذا الموضوع هو بين الغارة وبين التوريط، لكن بالنتيجة من أجي أقول لك توريط، الصين ما ذهبت لكي توقع مع إيران اليوم قبل أن يأتي الرئيس الإيراني السادس منذ 1980 جاي بحزيران، إلا أن الغرب ترك إيران وحدها. يعني هذا ربما الاتفاق هو نتيجة لأن الاستراتيجية الغربية تركت إيران وحدها، وذهبت إيران لترتاج بالعراق، نقول ترتاج لتتكئ على الصين. الحقيقة الإيرانيون يعولون على أوروبا وأمريكا ولا يعولون على الصين والروس، وإنما هم يتساومون مع الجميع من أجل أن يحصلوا مع الولايات المتحدة على شيء، لكنها لم تحصل. وبالتالي إذا كان هذا الأمر للمقايضة، هل سنشهد تنازلا غربيا لصالح إيران على حساب العرب لاسترضاء الصين؟ شوف أنت مين تقول لي عرب الجواب يصير سعودية. السؤال يصير غلط. خلاص أصلح لك السؤال. إحنا عندنا شرق أوسط، ما عندنا عرب، عندنا شرق أوسط. لكن تركيا لا تتنافس مثل السعودية مثلا مع إيران. خليني أحكي وياك، هذا الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون عربي، ولا يمكن أن يكون إيراني، ولا يمكن أن يكون شيء آخر. هذا الشرق الأوسط بدول وفاقد لشيء اسمه منظومة أمن وتعاون إقليمي جديدة مثل الاتحاد الأوروبي، يجمع إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية، مو يجمعهم في هذا مفقود. وبالتالي النزاع فيه هو عبارة عن ياهل يدخل به هو مثلث برمودا، لأنه ما بمنظومة أمن وتعاون إقليمي جديدة في هذا الموضوع. الآن المفقود منذ هسه أنطيك فتشي وربما أختم جوابي على سؤالك، عندنا صيف 2015 اللي توقع لوزان بتموز،
وعندنا صيف 2021 واحتمال يلتقي بايدن مع إيران بعد تموز، صح؟ طيب. الآن هذا الاتفاق ربما يبعد بايدن عن إيران في هذا الموضوع. الآن الذي يحتاجه الشرق الأوسط من 2015 إلى 2021 هو أن يتشكل ناتو عربي إسرائيلي أو ناتو شرق أوسطي. بالمناسبة هذا الصلح الذي تم ما بين بعض دول عربية ما بين إسرائيل وسعودية اليوم متضررة، تركيا متضررة، مصر متضررة، إسرائيل متضررة، حتى روسيا والصين وإيران متضررين من سياسات بايدن. شوف ترى الموضوع هالشكل، وبالتالي هناك نية لتشكيل هذا التحالف. هذا التحرك الصيني ربما أشار إليه تلميحا الدكتور عبد الباقي، هذا التحرك الصيني ربما هو لدفع هذا بالاتجاه أن يسرع أو أن يبطئ، أن يبطئون التحرك باتجاه هذا لكي يبقى عدم التوازن الموجود في الشرق الأوسط. لكن هناك إضافة أخرى لهذا الموضوع، أن الصين عندما تأتي إلى هنا وأمريكا موجودة هناك في الشرق الأقصى وأيضا موجودة هنا، ربما الصين تذهب باتجاه أن أوازن وجودي بالشرق الأوسط وأوازن وجودي بالشرق الأقصى لكي لا تغلب الولايات المتحدة يعني في اللعب في هذه الأزمة على الصين. فالموضوع بصراحة هو حرج جدا، لكن الذي يضبط حراجته وأختم، هناك تموضع عسكري كلش خطير بين الطرفين. ذكر الدكتور عبد الباقي شيء انحذابين إلى حرب، لكن اتفاق ألاسكا اللي تم بين الطرف الأمريكي والصيني عدا المعلن بالإعلام اللي بيعركه، عدا المعلن هناك قعدوا وحكوا في أمور. هذا التفاهم السياسي مع الصين وهذا التوازن العسكري الدقيق مع الصين، إذا مشوا إحنا ماشيين إلى باتجاه لعبة أمم وليس حرب، يعني مشوا نظام دولي متعدد الأقطاب، يعني هم أمريكا وليس ذو القطب الواحد. أمريكا تعيد تشكيل جنوب آسيا الآن، يعني شوف أمريكا من جد احتلت أفغانستان واحتلت العراق، ترى ضد الحزام والطريق، شوف لأنه منك يبدي، لكن هناك باكستان إيران. فالآن ستنسحب أمريكا من أفغانستان، ستذهب باكستان إلى ربيع مثل الربيع العربي بال 2011، وهناك ستكون أمريكا على حدود الصين الغربية، وهناك ربما ستبدأ معركة أخرى ستدخل فيها الصين. وأيضا دعم الهند، هناك أيضا توجه أمريكي لدعم الهند. ناتو يتشكل أمريكيا. سأعود إليك دكتور، لكن يعنينا في هذه المسألة هو الصراع مع إيران. دكتور عبد الباقي، هل هذا الاتفاق الصيني الإيراني سيدفع الخلاف الأمريكي الإيراني إلى الكثير من السخون، أم ربما سيدفع الأمريكان للتنازل لإيران وبطبيعة الحال على حساب القضايا العربية؟ نحن أمام تشكل يكاد يكون يقترب من الثنائية القطبية الدولية. الصين تسعى إلى أن تشكل في مرحلة انتقالية أولى بأن تكون قائدة لبديل ما يسمى الكتلة الاشتراكية من خلال اتفاقية شنغهاي، ومن خلال أيضا هذا 400 مليار دولار في الاستثمار. هذا يعني أن الصين تريد أن تشكل وارث آخر مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لأن تكون القوة الأولى دوليا. نحن أمام صراع النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كما تعلم هناك صراع الأحادية القطبية لا يمكن أن تستمر. الصين تسعى الآن أن تشكل حلفا آخر بديلا، والاستثمار في إيران ب 400 مليار واتفاقية 2015 واتفاقية 2016 باعتبار إيران منطقة ترانزيت للبضائع الصينية باتجاه آسيا وأفريقيا وأوروبا والمواد الخام باتجاه الصين، يعني أن الصين واتفاق شنغهاي باعتبار أن الصين تريد أن تكون مؤقتا واستراتيجيا موازيا للولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة أولى، ومن ثم تريد أن تمهد للسيطرة، أن تكون القوة الأولى. وهذا ما يفسر قلق الرئيس بايدن باعتبار أنه لن يسمح للصين أن تكون القوة الأولى. للأسف الصين وجود إيران في هذا الصراع الصيني الأمريكي، هل يدفع بايدن للتنازل لإيران أم لتسخين الأجواء معها؟ هذا هو السؤال. هنا سؤال في غاية التعقيد. تفضل. المسألة في غاية التعقيد. الصين جزء في طريق الحرير، يعني عفوا إيران في جزء من طريق الحرير، منطقة استراتيجية رئيسية للصين، وبنفس الوقت للولايات المتحدة الأمريكية هي البديل لإسرائيل كعدو، يعني بحيث أنه يتم إحلال إيران بديل عن إسرائيل، بحيث يكون كل صراعنا والتسليح والمواجهة لمواجهة إيران، وأن تصبح إسرائيل جزء من هذا الحلف العربي ونقيم معها علاقات. هنا الولايات المشروع
مشروع حصار إيران، مشروع الاتفاقيات، التعامل مع إيران مرتبط بعنصرين، مرتبط بالأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، وهنا الولايات المتحدة الأمريكية بين أنها تواجه إيران وتحاول أن تقطع هذا، وبين أنها تثبت إسرائيل في المنطقة بالبديل الإيراني. نحن أمام صراع في غاية التعقيد. المؤلم جدا أن الصين تذهب بسخاء، تقدم بسخاء، تعطي السلاح لإيران في دون أن تسأل كيفية استخدام هذا السلاح، تعطي التكنولوجيا حديثة إلى إيران وإلى الدول التي لها علاقة استراتيجية، تقوم بمشاريع تنموية تحافظ على إيران، لأن الصين بحاجة إلى نفط في إطار مشروعها التنموي واحتياجاتها التنموية، وإيران تعتبر احتياطي نفطي كوني. هناك ثقة متبادلة شديدة، إيران تحتاج للصين باعتبارها لكن المشتري. هل هذا سيشعل الصراع الأمريكي الإيراني أم سيدفع أمريكا للتنازل لإيران؟ لا، هنا المسألة في غاية التعقيد. الصراع الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بالحفاظ على إيران كقلوة، يعني هم فقط يريدون تحديد لإيران، يعني حدود التهديد، بمعنى أن تصبح دولة إقليمية مهددة للإقليم بديل عن إسرائيل. نعم. لا تتجاوزي هذا الحدود. دكتور، سأعود إليك بعد الفاصل، وكذلك أيضا إليك دكتور عمر عبد الستار، وخاصة أن هناك أيضا مخاوف لدى الدول العربية، وهناك مقال في عكاظ السعودية حول هذا الأمر، ويرى فيها الكاتب محمد الساعد بأن على السعودية أن تكون في منطقة وسطى لنقول ما بين أمريكا والصين، رغم أن السعودية دائما وأبدا تكون في المعسكر الأمريكي. سأعود إليك دكتور عمر، ونذهب أعزائي المشاهدين إلى فاصل، ومن ثم نعود لمواصلة اليمن والعالم وهذا الموضوع المهم، وهو الاتفاق الصيني الإيراني. فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وهذا الموضوع أيضا أثار الكثير من الانتباه في المملكة العربية السعودية باعتبارها أنها الدولة الأكبر عربيا، وفي عكاظ السعودية كتب محمد السعد مقالا عن السعودية بين الصين وأمريكا، رأى في أن هذا الأمر لافت، هو الاتفاق الإيراني الصيني، وأنه يتطلب أيضا من السعودية أن تكون في مسافة ربما حذرة ما بين الصراع الصيني الأمريكي. وإلى صفاء وما جاء في عكاظ السعودية، إليك صفاء. عم عبد الله، جريدة عكاظ السعودية نشرت مقالا للكاتب محمد الساعد، أو مقالا بعنوان السعودية بين الصين وأمريكا. قال فيه إن الاتفاق الصيني الإيراني الموقع مؤخرا سيحول إيران الثورية إلى مجرد منصة صينية متقدمة في الشرق الأوسط. وأضاف الساعد أنه ربما تعتقد إيران أنها أذكى من الصينيين، وأنها من سيستخدم بكين لصالح مشاريعها وتغولها في المنطقة والعالم، لكن الواقع يقول غير ذلك. فإيران التي تدعي دائما استقلالها ومعاداتها للمشروع الغربي تتحول في يوم وليلة إلى أداة بيد المشروع الصيني العملاق الذي رسم مساره منذ 25 عاما. إلا أن السؤال الكبير الآن، ماذا سيكون مصير إقليم الشرق الأوسط في وجود مخلب صيني متقدم يضع قدميه لأول مرة على شواطئ الخليج؟ وماذا ستفعل دول مثل السعودية بمركزها العربي والإسلامي مع اقتراب الكوكب الصيني من شواطئها الشرقية؟ ويضيف الساعد بأن السعودية التي عاشت أكثر من 5 عقود في ظل صراع الرأسمالية الغربية والشيوعية، وبنت قدراتها وتنميتها، وواجهت تحديات ومخاطر وجودية، قادرة أن تخلق ميزان التوازن بين قوتين مغامرتين بناء على فهم التغير الحاصل في موازين القوى وصراع النفوذ، واحتمال صعود الصين لتكون قطبا منافسا لأمريكا، وكذلك بناء سلة من العلاقات والمصالح مع السعودية التي تسعى أن تكون منطقة لوجستية بين الشرق والغرب.
التحدي الآخر والكلام هنا للسعد هو كيف يصمد العالم مع وجود أيديولوجيا غربية تحولت نحو اليسار المتطرف وعقلية صينية لا تعتمد على حلفاء دائمين بل شركاء في التجارة والمال. فالعقل الصيني مركب باتجاه تحقيق موارد دائمة وفرص عمل لأكثر من مليار مواطن، وهو أمر لا عبث معه ولا مغامرات غير محسوبة. عندها يصبح فهم عقلية وطلبات واحتياجات الصينيين لموارد آمنة للطاقة وأسواق دائمة، وأي خلل فيها سيؤدي إلى كارثة لا يمكن تحملها. إلى هنا ينتهي مقال الساعد، وأعود إلى الزميل عبد الله. إليك عبد الله. شكرا صفاء. ودكتور عمر، يبدو أن هناك تخوف كبير، يعني عدم تفهم حاجة الصين للموارد، يقول الكاتب أنها ستؤدي إلى كارثة لا يمكن تحملها. إن كان هناك لنقول حرب باردة الآن بين الصين وأمريكا وتموضعت إيران فيه، هل يمكن للمنطقة العربية أن تستفيد من هذا الصراع؟ وبالعلاقات الدولية، هذا عن جامعة هارفارد، يقولون أكو تصير قوة صاعدة وقوة حاكمة. هسه دوليا قوة صاعدة منه الصين، الصين نعم، والقوة الحاكمة منه أمريكا. أمريكا إلى أين ستأتي؟ إلى أين ستذهب هذه النتيجة؟ يقولون تذهب إما إلى نسبة 12 مرة حرب وأربع خمس مرات تسوية. فإما راح تصير الحرب رقم 13 بين الصين وأمريكا مثل ما يشير الدكتور عبد الباقي، أو أنها تذهب إلى تسوية رقم 5 أو 6 بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي حرب باردة فعلا، لكن قد تنتهي لأنه التوازن كلش دقيق، وقد يذهب أحدهم إلى كارثة، وبالتالي الكارثة تغري ونروح. يعني هي بالأخير هالشكل يعني الموضوع. شايف الآن في الشرق الأوسط من القوى الحاكمة؟ إيران. واقعيا إيران حاكمة. من القوة الصاعدة؟ الصاعدة هي اللي أنا أسمي لك إياها الناتو الشرق الأوسط القادم. وبالمناسبة هذا يعني قادم، يعني أنا ما أتكلم أقول على أن هذا احتمال، لا، لأن هناك ناتو عربي إسرائيلي قادم. هنا موضع تركيا في الموضوع. تركيا حليف غربي، حليف ناتو، وتركيا جزء من أوروبا. شوف، خليني أقول لك شيء مهم بهذا الموضوع. الصين ماذا تريد؟ تريد أن تجمع أوروبا مع آسيا في قارة عظمى تحكمها الصين، مثل ما قال الدكتور، ما تتفاهم، هذا هاي غارة، تصورها هاي غارة. وبالتالي هذا النظام الدولي، أنا ما سويته على مدان تجون أنتم تقولوا لي تعال طيع قواعد النظام الدولي. منو خلاها؟ أنتم منو؟ هيش كل الصين تحشوها الولايات المتحدة الأمريكية، ما حد يحشوها بهاي الطريقة. هم عندهم عقليتهم تحكم ما تحت السماء. فبالتالي يقول لك هاي النظام الدولي أنا ما سويته، أنتم سويته. أنا ما أتفهم بهذا النظام الدولي، لا أحترمه. لا أحترمه، لا، هي تطيح به، تطيح بوزفالية، ما تحترف بوزفالية في المناسبة، لأن هذا خطر مبادرة الحزام والطريق، هذا كارثة. لكن ضعفه وين؟ أن 78% من دول هي في مناطق محفوفة المخاطر، والولايات المتحدة هم تشتغل شغل مو طبيعي في هذا الموضوع. فلذلك أفغانستان، العراق، ما إلى ذلك. نعم، باكستان، العراق، إلى آخره في هذا الموضوع. فبالتالي في الشرق الأوسط احنا هناك قوة إيرانية عارمة، يعني 300,000 عنصر ميليشيا، في ميليشيات متعددة الجنسيات بدون تدخل مباشر من إيران، وهاتلعم روسيا والصين. طبعا لا يجب أن نتكلم عن روسيا، بس خارج هذا الموضوع الآن، بعدين ليس وقته هنا. يعني بس من القوى المواجهة لهذا العرمرمر الإيراني اللي جاي من إلى اليمن، واصل إلى لبنان وعراق، وقاعد يهدد المملكة ويهدد إسرائيل ويهدد أوروبا ويهدد النظام الدولي لصالح الصين، لصالح روسيا، لصالح من يهدد؟ ماكو قوة مواجهة له. زين، تحالف دولي ضد داعش الآن ما يسمي الميليشيات دواعش، وبالتالي ما يروح يحاربهم. تحالف إقليمي نحتاج على مود نواجه هذا، لأنه تعرف هسه مستعجل. لا تفضل، بس كنت سأعود إلى مسألة هل يمكن نستفيد من هذه الحرب الباردة وتموضع إيران مع الصين للتموضع أيضا مع أمريكا في مواجهة هذا المشروع؟ هسه كملك إياها. فبالتالي لا بد من قوة مواجهة لهذه القوة الإيرانية لتواجهها. يعني إحنا بالسوفيت، رحنا ويا السوفيت بالمنطقة، ويا من رح ضد من؟ ضد عبد الناصر هم سوى هلال ناصري بين سوريا واليمن في حينه، وراح الى 67. نحن بانتظار 67 في المنطقه، لكن يجب ان يشكل هذا الحلف، لان الان اسرائيل والسعوديه يواجهون نفس الخطر من ميليشيات ايران. هل هذا سيدفعهم الى ناتو عربي اسرائيلي؟ هذا هو المنتظر في هذا الموضوع. اذا تشكل هذا، القوة الصاعده قد تتشكل، وإذا تشكل فأنا أعتقد شون راحوا على عبد الناصر واستطاعوا أن يخسر عبد الناصر ويخرجون، سيخرج من هذا. الرابح في الشرق الأوسط هو الرابح دولياً،
وأختم في كلام مهم. إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أنت سألت الأستاذ عبد الباقي قلت له وين رايح بايدن ويا إيران؟ هذا سؤال مهم. إيران بالنسبة لأمريكا شنو؟ من جاء كارتر، قبل ما يجي خميني، قبل ما يروح الشاه برجينسكي، خلى نظرية قوس الأزمات، وإيران في قلب قوس الأزمات ما بين جنوب آسيا وما بين الشرق المتوسط. وفي هذه النظرية أن إيران هي رأس النظام الدولي في النظام الإقليمي، يعني هي رأس حاجة، يعني يذهبون بها إلى التخريب بعيدا حتى عن أهداف إيران السياسية، وربما هم جاءوا بالصين لهنا بعيدا حتى عن أهداف الصين الاستراتيجية. شغل الأمريكي هالشكل يشتغل، فالآن ربما هم محتاجيه، وبالتالي بايدن ما راح يروح إلى يعني قد يضطر للتنازل لإيران. اسمح لي، سيتنازل قد، يعني هو أقرب إلى أن يتنازل لإيران، إلى أن يتنازل لإيران من أجل أن يحقق هدفه الاستراتيجي ويكون على حدود الصين الغربية من خلال فوضى تشتعل في جنوب آسيا وربما تتحول فيها باكستان إلى سوريا ثانية. نعم، وليس وارد أن يصعد الخلاف مع إيران. لا 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 لا، محتاجيها إيران، محتاجيها إيران، حاجة أمريكية. إيران ليست، شوف من نجي على اللعب الدولي، هذا لعب دولي، إيران ليست لاعبا في اللعب الدولي. إيران شوف كل منطقة هاي الشرق الأوسط فيها قوانين ثلاثة قالها نوري سعيد الله يرحمه قبل ما ينقتل، وذكرها السفير الأمريكي الأخير في العراق قبل ما ينقتل، قبل ما ينقتل نوري سعيد، يقول هاي الشرق الأوسط بثلاث قواعد. أو القاعدة الأولى، إذا مصر حليف أمريكا فما أحد يستطيع أن يدافع عنك حتى لو كانت أي دولة في العالم. ثانيا، ماكو ترف في هذه المعركة، يجب أن تقرر أنت تكون مع من. فبالتالي من هنا هم محتاجين إيران، وبالتالي لن يتعاملوا معها كما تعاملوا مع العراق مثلا، مع عراق صدام حسين. نعم، سيضطرون للتنازل إلى إيران وأنت تقول يعني سيضطرون للتعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى للاستفادة منها في جنوب آسيا أكثر مما هي في الشرق الأوسط. نعم، سأعود إليك دكتور. ودكتور عبد الباقي تتفق معه بأن أمريكا قد تذهب للتنازل لإيران، وهذا قد يؤثر أيضا على الملف اليمني بطبيعة الحال لصالح ميليشيا إيران؟ لا لا، الموضوع أنا أتفق معه في جزء كبير، لكن أيضا لي رؤية أخرى. المسألة مع إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بالنسبة لها أولا، إيران أصبح حليفا استراتيجيا رئيسيا في إطار مشروع الطريق والحزام والطريق اللي دشنا 2013، وتم التوقيع على اتفاقية استراتيجية 2015، وتم التوقيع على اتفاقية 2016 باعتبار أن إيران ترانزيت للتصدير والتوريد للصين باتجاه المعاكس، والآن اتفاقية جديدة ب 400 مليار. نحن أمام تعاون استراتيجي لإعادة إحياء طريق الحرير، هذا عنصر أول. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ليس الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن الأمن القومي الإسرائيلي، ومن هنا الولايات المتحدة لا تستجيب لمطامعها الاستراتيجية، تستجيب للأمن القومي. هي تريد أن تجعل إيران مهددا للمنطقة، وبنفس الوقت يعني توظف هذا، تخفف العلاقة الاستراتيجية إلى حد ما. ومن هنا العملية في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. المؤلم جدا أن الدول العربية التي راهنت، لاحظ شوف الفرق، الولايات المتحدة الأمريكية تشترط عليك كيفية استخدام السلاح، تشترط عليك الدعم التكنولوجي عندما يصدر لك كيف تستخدمه. الصين مع إيران لا يهمها التكنولوجيا المصدرة، لا يهمها الاستخدام النهائي للسلاح، لا يهمها أن تمدك بالتكنولوجيا، تقوم باستثمارات. لذلك إيران استراتيجية. السعودية ودول الخليج أقامت علاقات أحادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك شروط لاستخدام السلاح، هناك شروط أمن إسرائيل قبل هذا التحالف العربي، ولذلك إيران ربحت. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتفجير وتشطئة كل البلدان التي تمر بطريق الحرير، ومنها باكستان، اليمن، لن تترك الأمر يمر بسهولة. لذلك نحن في غاية الخطورة،
وبالتالي دكتور إيران الآن هل 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 ستحتوي الصين، أمريكا ستحتوي الصين بدعم إيران؟ لا يمكن، لا يمكن. الصين تنطلق الآن، تريد أن تسيطر كقوة اقتصادية أولى. الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس السابق الأمريكي قام باستراتيجية يعني دفع بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أقام علاقات أحادية مع أوروبا، حاول الآن بايدن الآن يحاول أن يعيد التحالف الأمريكي في إطار يعيد العلاقات الأمريكية مع أوروبا بتحالفات، يريد أن يعيد العلاقات التحالفية مع منطقة الشرق الأوسط بعد فوات الأوان. بالتالي بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، التحالف الأمريكي ترامب حسم مجلس التعاون الخليجي وأدى إلى علاقات أحادية بين أمريكا والحلفاء والصين. ودكتور الوقت يداهمنا، باختصار هل المنطقة ذاهبة إلى المزيد من إشعال الحرائق أم إلى تبريد الأجواء وفقا لهذا التحول لنقول أو هذا الإضافة كما ترى في الاتفاق الإيراني الصيني؟ أنا ما يهمني الآن في هذا المنطقة داخلة في إعادة التشكل، وهناك صراع دولي شديد، لأنه الصين الولايات المتحدة لم تدرك أن الصين قاب قوسين وأدنى أن تكون القوة العسكرية الثانية في مرحلة أولى لتحتل بدل روسيا، وقوة اقتصادية أولى لتحتل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا هناك حرب الجيل الخامس، هناك حروب إلى آخره. الذي يهمنا من هذا الصراع هو منطقتنا العربية، والذي يهمنا أكثر هو اليمن. الآن الحوثيين على ارتباط استراتيجي مع إيران، هل يمكن أن نستثمر، كيف يمكن أن نستغل هذا الوقت القصير؟ لأن إيران معها الآن صوت في مجلس الأمن، لديها حليف استراتيجي صيني مخلص وليس كالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تخلص إلا لإسرائيل. كيف يمكن لنا نحن اليمنيين أن نتجاوز هذا الخارجي لنحدث فعلا داخليا يستعيد دولتنا قبل هذا التشكل الدولي؟ بمعنى أن دكتور انتهى الوقت وشارفنا على انتهاء الحلقة. أشكرك دكتور باقي، الفكرة واضحة وهو أن يكون المبادرة الداخلية هي الأهم. دكتور أختم معك أيضا وبإيجاز، المنطقة ذاهبة إلى مزيد من إشعال الحرائق أم إلى التهدئة؟ لا زال إيران باقي كسبت، إيران كسبت النظام، كسبت وجود النظام. إيران الآن كسبت النظام، حين توقعنا يروح الآن النظام الإيراني باقي. إيران ربحت ربما تكتيكيا مو استراتيجيا، الصين ربحت استراتيجيا. وبالتالي بصراحة احنا باقين بهاي الفوضى مع إيران، وبدون أن يتشكل قوة موازية لهذه القوة الإيرانية احنا راح نبقى في هذا الصلف وفي هاي الوقاحة، اللي هي مو فقط أصبحت إيرانية، وإنما هتلر المنطقة اليوم. إيران قد تصينت، هتلر المنطقة اليوم هو الصين اللي هي أسوأ من إيران ربما بمئة قاط وقف. دكتور عمر عبد الستار، أشكرك على وجودك معنا هذا المساء في اليمن والعالم، كما أشكر أيضا أعزائي المشاهدين دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي أيضا الذي كان معنا عبر سكايب، كما أشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، ونعدكم أيضا بمزيد من الحلقات حول هذا الموضوع الهام الذي لا أعتقد أننا رغم ما قيل وفينا حقه، وربما هو من سيشكل المنطقة خلال الأيام القادمة أو الأشهر والسنين القادمة. في أمان الله.